أخي رح جيب لك كاسة شاي لهون. حبيباتي رح جيب لكم الغدا كمان، استنوا. هلأ كل العيلة متلبكين ومزعوجين من المشاكل تبع أختي. هلأ أنا إذا بدي أقول لهم عن السفرة تبع بوني، ماما رح تعمل لي مشكلة كمان أكيد. ما فيني ألغي الرحلة لأن التذاكر انحجزوا، ما فيني ألغيهم. يعني معقول أقول لهم بدي ألغي السفر بعد ما حجزوا لي التذكرة؟ أنا ما فيني روح، بس يا ربي شو فيني إني أعمل؟ شو بدي ساوي؟ لا أنا لازم روح. الساعة 8 ما نهار؟ بتعرف إنه لهلأ لسه فارشة ما رجعت؟ سوشنا هذا الشيء مو جديد، هي صار لها كم يوم عم ترجع متأخرة، يعني حلك تتعودي عليها. بس نحن لازم نحط حد لهذا الموضوع. شو يعني بدها تاخذ قصة إنها تتأخر بالشغل بالرجعة على البيت عادي؟ فايشاليا في مشكلة بالبيت يعني بسبب فارشا؟ لا ما في شيء أبدا، خلص انسي. لا فايشاليا الكل ساكتين، يعني أكيد في شيء. لكي أختي احكي لي شو في. أختي بصراحة أختي فارشا بيوم العيد مع رفقاتها. عيلتنا عندها قوانين والكل بده يتبعها، مين ما كان يكون حتى أنت بدك تتبعيها. وشو بصير إذا أنا خالفت القوانين؟ شو بدك تعملي؟ بزتيني برات البيت؟ أختي في كتير مشاكل عم تصير وأنا بهي الفترة كمان زودت عليك. أختي أنت ليش عم تفكري هيك؟ أختي اللي صار صار ومشي الحال، وأنت مالك ذنب أبدا. ليش لحتى تفكري بهي الطريقة أختي؟ انسي الموضوع إذا بتريدي ولا تفكري كتير، الأكل رح يبرد. هلأ إذا برد ما بقى بصير طيب، خلينا ناخد لونيا. إذا مو بقلب نهار علاش على الأقل يعني لازم نكون سوا. بس فارشا هي لك حبيبي اتركوا لهالراديو تعال تعشى معنا. يلا يلا جاي مو مطول. ليكي جانا ايه؟ بس شوفي مين عم يروح يرد. طيب روحي جيب السلطة. ألو؟ ألو هي أنا فارشا. لك وينك أنتي فارشا؟ بتعرفي إنه الساعة 8 وماما صار لها ساعة. أختي اسمعيني شوي لو سمحتي. أنا هلأ أنا ببوني هلأ. شو؟ كان في مؤتمر ولازم أجي لهون. بس أختي الموضوع كان كتير مهم بالنسبة لشغلي، ما كان فيه ما روح. وأنا الليلة مضطرة أضل هون. بس فارشا كيف يعني بتروحي بهي الطريقة بدون ما تخبري حدا؟ صدقيني أختي كان بدي خبركم كلكم بس ما قدرت أحكي وما كان في وقت مناسب لهالشي لخبركم. يعني أنا هون مع رشمي وريا والبنات، نحنا ببوني بفندق الجوهرة ببوني يعني. بس خبري ماما أني راجعة عالبيت بكرة، بكرة المساء كون بالبيت. ماشي هلأ لازم سكر. لكي فارشا ألو؟ ألو فارشا؟ ألو؟ مين عم يحكي؟ فارشا على التليفون ما؟ إمتى راجعة على البيت؟ ولا كمان اليوم رايحة ترقص مع رفقاتها مثل هديك المرة؟ سوشنا جانو؟ شو صاير؟ لك قولي أكيد قالت لك شي مو منيح. ليك الكل قاعد عم يستناها على العشاء بس هي وينها لهلا؟ ماما لك قولي وينها؟ ماما هي ببوني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.